البلوجر سوز الأردنية قلبت السوشيال ميديا بترند الشارع اللي وراه، واليومين اللي فاتوا دول اتحطت في مشاكل كتير قوي، آخرها انه اتحكم عليها بسنتين سجن وغرامة 300,000 جنيه. ومن بعد ما سوزي ما اتحكم عليها بقت حديث الناس على السوشيال ميديا والكل بقى يتكلم. سوزي اختفت تماما، بس طلعت وفجرت مفاجأة واعلنت ان هي هتعتزل السوشيال ميديا نهائيا. تعالوا نعرف الحكاية من الاول للاخر. سوزي الأردنية البلوجر اللي قدرت تلفت الأنظار بعفويتها وتلقائيتها، بدأت مشوارها على السوشيال ميديا بفيديوهات بسيطة، لكن بسرعة بقت واحدة من أشهر البلوجرز في مصر. سوزي كانت دايماً بتشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، وده اللي خلاها قريبة من الناس. لكن اللي خلى سوزي ترند وخلاها تقلب الدنيا لما ظهرت في فيديو لايف وهي بتقول الشارع اللي وراه. الجملة دي بقت ترند على طول، والناس بدأت تستخدمها في كل مكان، والفيديو ده جاب ملايين المشاهدات، وسوزي بقت حديث السوشيال ميديا. لكن للأسف الشهرة دي جابت مشاكل لسوزي، وفي نفس اللايف وبعد جملة الشارع اللي وراه سوزي غلطت وشتمت باباها بألفاظ خادشة للحياة، والموضوع وصل للمحكمة، والنتيجة كانت حكم بحبسها سنتين وغرامة 300,000 جنيه. الحكم ده كان صدمة كبيرة لجمهورها، وسوزي من بعدها اختفت من على كل المنصات بتاعتها على السوشيال ميديا. من كام ساعة بس في حساب باسم سوزي على التيك توك عليه 1,000,000 متابع ظهر وكتب وقال ان سوزي هتعتزل السوشيال ميديا وتبدأ حياة جديدة بعيدة عن الأضواء. القرار ده كان مفاجأة كبيرة وكان قفل كده. ومن فترة بسيطة كانت سوزي بتقول في فيديو ان هي محتاجة تركز على حياتها الشخصية وتبعد عن المشاكل. وفي النهاية يا ترى سوزي الأردنية هترجع للسوشيال ميديا في يوم من الأيام، ولا القرار ده هيبقى نهائي؟